عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ما شاء الله شوفوا على حسب هاد لافي على بالي بلي عرفتوا وين راني. راني هنا في كاب كابو ولايه بجايه. حبيت نبدا لكم الفيديو بهاد لافي هذه الشابه. الوغ ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاعنا اليوم، تبعوا حتى لافي. اي فوالا انا لحقنا قالينا في لافاتور تاعنا في الباركينغ ورانا نمشوا نروحوا لكاب كابو. زم كاوكاو ماشي مالح ماشي يده. هيا هيا ما رفدهاش. ما يقولش ما يقولش المالح. هو يفيق له يفيق له. الفوق وي. صعبك لا كولور تاع البحر اللي تحت ما شاء الله تهبل. فهم لي هيك لي كاياك وقت اللي حيدوهم داخل هذاك الغام. اه جبنا بيتهم سوق واقنا.
يبان الفوق. هيا حبسنا هنايا ولي كمل يحبط كاع يدك هذه هي الحبطه حتى لتحتها يروح يجوز مال هيك راه يتبان لكم هنايا الطريق هكذا صغيره يروح من تما ديرك للزيكواط سينو باش يروح للزيكواط يعاود يطلع كاع يدك هاد الطلعه حتى الفوق الباركينغ بلا فاتور ويروح يقاري في الباركينغ التحتاني فوالا قالو حنا راح نعاودو نطلعو باش نروحو للزيكواط من هيك لافان تاع الفيديو تاعنا تاع كاب كاربون ان شاء الله يكون عجبكم واذا عجبكم كالعاده ما تنساوش تخلوا لي لايك وتخلوا لي ثاني كومونتير ونقول لكم يعطيكم الصحه اللي شفتوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون على الزيكواط ما تنساوش تستناونا بيان سور ونقول لكم في لافان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سلام